شوفي حبيبتي الفرق ما بين هاد اليد وما بين هاد اليد، شتي هادي؟ شوف كي باقا مكمشة، شوف العروق، شوف هادي ما باين فيها حتى شي حاجة، بياضت تقادات حتى من الأظافر بياضوا، شتي؟ وكيقصاحوا هانتوما. الله خليكم معايا حتى الأخير وتشوفوا المفاجأة. يعني من الاستعمال الأول كتشوفوا واحد الاختلاف ما بين اليدين ديالكم. مرحبا وألف مرحبا، وما تنسوش سيدتي أنكم تبقاو مكملين الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا الطريقة كيفاش دايرة. مرحبا بكم. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. سيدتي، سيدتي الجميله، كنموت عليكم، كنموت عليكم وعلى العروق ديالكم، هيه لاله، هيه، وعلى تريكتكم وعلى جيرانكم وعلى كل شيء يا لاله، هيه على المتتبعات ديالي كاملين. مرحبا والف مرحبا. شوفي حبيبتي، اليوم غادي نعطيك واحد الوصفه، بزاف ديال التعاليق جاوني قالوا لي عافاك افاطم الزهراء عطينا شي وصفه لهذوك النقط اللي تيكونوا في اليد، النقط والتجاعيد اللي تيكونوا في اليد، وكذلك داك الاسمرار اللي كيكون كيحشم، ما كيبغيش يتحيد، كيكون الناس تيشقاو بجافيل بزاف، كيشقاو يعني كتكون خدمتهم في الزيت، كيخرجوا الشمس يديهم تتكحال، كتكون عند يعني مشاكل كبيره، اليدين هما اللي كياكلوها. يعني هنايا ملي كنقول اليدين راه يدينا ورجلينا، وكذلك حتى العنق ديالك ممكن تديريها، حتى العنق ديالك ممكن تديريها. شوفي حبيبتي، وصفه جد فعاله. انا قالتها لي واحد السيده صديقه ليا، قالت لي ودي راه واحد المراه قالت لي اشنو ديري شنو ديري، عندها النقط في اليدين ديالها وداكشي ديال الناس، بزاف كيجيهم من تقدم في السن، ولكن هي جاوها هي باقا صغيره وجاوها. قالت لي راه قالت لي واحد السيده وجربتها فاطمة الزهراء، جربيها واعطيها للمتتبعات ديالك. والله العظيم جربتها الا تفاجات فيها، غزاله سيدتي وحصريه، ما كايناش في شي قناه من غير القناه ديالي. مرحبا لاله، شوفي معايا الطريقه حتى الاخر، فيها جوج المكونات، ما تحتاجي شي بزاف، جوج ديال المكونات متناول اي سيده. الله يجعلك بدرهم، درهم تشريها وتقاد داك المكون تشريه بدرهم وتطحنيه وتخدمي به هذا الماسك ديال يديك. ايها لاله راه غزال، واخا نشكر انا تنعيا، واخا ما نعرف شنو نقول لك، ولا لا ولا لا، وجربي وانا مزوقه فيك، لما جربي عاد باش عطيني الراي ديالك وعطيني التعليق ديالك. ما تنسيش يا حبيبتي انك تبارطاجي مع صحاباتك المكونات جوج قلت لك. شنو هما؟ عندي الزعتر، شكون اللي ما كيعرفش الزعتر؟ العالم كيعرف الزعتر، وعنده نفس الاسم في الدول العربيه الزعتر. كناخذو مطحون، كناخد الزعتر وكنطحنو لاله، أيه كناخد الزعتر وكنطحنو. مهم بزاف بزاف دوك النقط ديال اليدين، سمرار اليدين، تجاعيد اليدين، فن غزال. ما غتندميش على الوصفة، أنا كنقولها وكنحكر عليها، كنحكر عليها. بغيتك يا حبيبة ديالي ديريها، بغيتك سيدتي الجميلة ديريها، أيها لاله ديريها. قلتلك الزعتر مطحون، تبارك الله الزعتر عندنا موجود في البلاد، الحامض فقط، ماشي شي حاجه كبيره، عندي الزعتر وعندي الحامض فقط، شي حاجه اكثر من هذا الشيء ما كاينش. وغتحافظي على الجمال ديال يدك. ايوا لاله شنو كتسناي؟ شنو كتسناي؟ شنو كتسناي؟ طريقه جد سهله، يعني راه تكون دابا الطريقه تكون عندكم في راسكم. اشنا هي؟ غنشد الزعتر، ناخذ واحد الملعقه ديال الزعتر على هذا الشكل، ملعقه كبيره ديال الزعتر، وشوفي انتيا شحال ما بغيتي ديري. ها هي هذه، ما فيهاش المقدار ضروري، الا فيها عينك ميزانك انت غتشوفي وغادي تخدميها بعينك ويديك. حيد العظمه. كناخذ كذلك حامض كنعصرو على هذاك الخليط،
لهذا الشكل هذا. ايوا لله، ونخلطه مزيان، نخلط بهذا الشكل، نحصل على واحد الخليط بحال الحنه. غنحصل بحال الحنه. ايوا غادي نخدمو يديا بحال، غنخدمو بحال لا كوماج مقشر، غنزيد شويه ديال الحامض، نزيد النصف الاخر. غادي ناخذ الخليط غنوضعو على اليدين ديالي على هذا الشكل، وغنفرك وغنبقى نفرك نفرك، ماشي زعما نفرك شكل دائري، وكنفرك اليدين ديالي على هذا الشكل هذا. شوفي حبيبتي، حتى الاظافر ديالك غيقصاحو، الناس اللي بغاو الاظافر ديالهم يقصاحو، حتى هاد الوصفه راها فعاله. ايوا وخدمي ليا اليدين ديالك، خدمي 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 خدميها، عطيها واحد شويه ديال الوقت، خدميها مزيان. غتشوفي فرق كبير ما بين هاد اليد وهاد اليد، هادي فرق كبير والله يا سيدتي. ما تسخاي تحيدي، اصلا انا عزيزه عليا ريحه الزعتر، انا اصلا عزيزه عليا. دابا الزعتر ما خاطي حتى يدار، تدار ما خطايا دابا الزعتر كلشي فيها، مع هذا رمضان كنستعملوه في البيتزا، كنستعملوه مع الحوت، كنستعملوه في بعض الاشياء اللي هي معمره. كنحكي على شكل دائري بحال هكذا، وكنخليها ترتاح ترتاح واحد الخمسة دقائق حتى العشرة دقائق. لا لا ما عندك ما يدار، غير خليها وعاودي فركيها كذلك، عاودي فركيها. من بعد حبيبتي غتشوف تاخدي غير ديك القشره اللي بقات لك ديال الحامض اللي بقى لك، كتاخديها وكتعاودي فوقها هكذا. بهذا الشكل هذا كتفركي اليد ديالك مزيان. عرفتي دوك النقط اللي تيكونوا هنايا ما كيبقاوش، كتفاجئي من الاستعمال الاول، كتفاجئي في يديك. ايها لالا، من الاستعمال الاول كتفاجئي في اليدين ديالك. شوفي هاد الشيء، ما غسلتها ما والو، غير مسحتها غير مسحتها، شوفوا الفرق. الفرق باين، كيولي لون موحد، ما كتبقى فيها لا نقاط لا حتى شي حاجه، والو سيدتي والو والو. انا غسلت يدي سيدتي، فرق باين فرق باين. لالا شكون اللي ما بانش ليه الفرق؟ والله ما تندمي عليها. عرفتي ملي جربتها شنو قلت؟ قلت والله تنشاركها مع المتتبعات ديالي. شوفي الفرق باين 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 باين، شوفي فرق باين. شوف هذيك كحله ومعرقه، شوف هذيك كي ولات. دابا مشين قاد يديها. مرحبا حبيبتي، لالي خطيكم عليا، وما تنساش بارطاجيو مع صحاباتكم، وما تنساوش الترطيب الترطيب الترطيب، كيف الوجه كيف اليدين كيف الرجلين، ضروري من الترطيب لان كيساعدنا باش ما يجيوناش التجاعيد المبكره. ومرحبا بكم، وما تنساوش البصمه والتعاليق، مرحبا والف مرحبا.